دور كبار الصحفيين من وسائل الإعلام العامة والخاصة. انطلقت رسميا أنشطة جمعية الصحفيين والفنيين من أجل التنمية ودعم المكاسب الديمقراطية في تشاد التي تعرف اختصارا بأجداد، وأن هذه الجمعية تم إنشاؤها في العام 2017 وأصبحت حقيقة في 17 من نوفمبر للعام 2021 بهدف تطوير الصحفيين في مختلف المجالات عبر تدريبهم وتأهيلهم وكذا التماسك الديمقراطية. في كلمته بهذه المناسبة، رئيس اللجنة التنظيمية لهذا الحفل السيد علي عربي رحب بالحضور على تلبيتهم الدعوة. أعقبه في الحديث رئيس الجمعية الذي أكد بأن جمعيتهم تضم في إضويتها جميع العاملين في القطاع الإعلامي. إن جمعية الصحفيين والفنيين من أجل التنمية ودعم مكاتب الديمقراطية أجداد تتطلع إلى لم الشمل لأبناء هذا الوطن وتوحيد الكلمة والصف لمواجهة التحديات الجسامة التي أحالت دون تقدم ورقي هذا البلد. كما أن الجمعية تتطلع إلى مستقبل ذاهر أفضل لتشاد والتشاديين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعليه نأمل من جميع السياسيين المدنيين والعسكريين إلى تحكيم العقل والنظر إلى المصلحة العامة والتفكير في بناء تشاد التي يريدها الجميع، خالية من الحروب والفتن والانقسامات والخوف والذعر والجهل، والتوجه نحو بناء بلد قوي متماسك ومزدهر. إننا نثمن جهود المجلس العسكري الانتقالي لما قام به خلال هذه الفترة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد بعد الموت المفاجئ للمشير إدريس دبي إتنو. وطالب خليل محمد إبراهيم الجميع بمساندة الجمعية عبر تقديم التوجيهات للجمعية بغية الوصول إلى الأهداف المنشودة التي تتطلب مشاركة الجميع.